اسمي محمد جبر. وانا صغير كان عندي 3 سنين، وانا كنت عندي 5 سنين جبت الميداليه وكلها اسمها ميداليه ذهبيه. فانا كل حاجه تانية غير الام ان انا صاحبته واخته، ومش عارفه اقول بقى الكابتن بتاعه، لان الكابتن بتاعه ده له جانب تاني وانا الراعي الرسمي بتاعه. انا بحب ماما كتير، بتذاكر معايا وبتوديني التمرين كل يوم، بتهتم بحاجاتي وبتوديني المدرسه. محمد من وهو صغير كان يقعد يطلع على الحيطان، يقعد يعمل قبه، يقعد يعمل عجل. الحركات اللي بيعملها لقيتها مصنفه تبع الجمباز اكتر حاجه، فروحت وسألت فين الجمباز، وعرفت انه هو في المكان ده والمكان ده وده. كابتن بتاعه فهمني الوضع بالظبط هيحصل ايه، فهو فهمني وقال لي الوضع هيبقى كذا، ابنك كويس وكل حاجة فيه كويسة مؤهلة لكده، لكن مطلوب الصبر. فكنت كل لما بتعب شوية بفتكر الكلام ده وبكمل، وفعلا من اول بطولة بان من اول بطولة وجاب مركز الاول جمهورية الحمد لله، فكملت وعرفت ان الموضوع كله محتاج صبر. بتدرب 4 ساعات في اليوم عشان اكسب واخد البطوله. ماما كانت بتقول لي اهتم بنفسك بس ما تلعبش بحاجه بتعور عشان ما تتعورش عشان البطوله تقرب. يعني الصبح ببقى المدرسه بتاعته في المدرسه، في البيت ببقى ام ومدربه برضو في البيت، بفضل اطبق اللي الكابتن بيديه لي، ان احنا بناخد ورق معانا نعمل كذا ونعمل كذا. بعد ما بيجي من التمرين ما بيقتصرش عن انه يتدرب في البيت، لا ده بيقعد يعمل مساجات كتير، يقعد ينزل في ميه دافيه لمده مش عارف ايه ويدهن ايه ويعمل ايه. انت مش معاك دقيقه فاضيه، ولو معاك دقيقه فاضيه هتحاول تديله بيها اكتر. بنى بيت بينه وبين ديكرنس تقريبا 20 كيلو، توك توك كل يوم رايح جاي. اهتمام ولي الامر طبعا هو سبب كبير في اللي محمد وصل له، ان شاء الله احنا شايفين محمد في منتخب مصر. محمد الحمد لله دخل 3 بطولات جمهورية تحت 7 سنين، دخل تحت السن قبل كده. لقينا الموهبة عنده تقريبا كان 4 سنين اول ما بدا يتمرن. لا انا لاعب كويس، لاعب قوي يقدر ينفذ حاجات اكبر من المرحله السنيه بتاعته. بحب الكابتن قد البحر، بنسى كل التعب اللي تعبته طول السنه قصاد اللحظه دي، انه اسمه بيتندى وبيتوج كبطل الجمهوريه. نفسي اروح الاولمبياد وابقى بطل عالمي في الكومباس.